بلاغ من مواطن عن وجود مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا. مراقبون توجهوا فورا للموقع، وكانت المفاجأة عمالة وافدة تحول فيلا سكنية إلى مطعم وتقدم خدمات الطلبات الداخلية للزبائن، تستعمل دورات المياه لإعداد الطعام، وتستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة. مخالفات متعددة وصادمة، ومراقبون ضبطوا العمالة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأغلقوا الموقع حفاظاً على سلامة مجتمعنا.